مهنة الحدادة العربية من المهن التقليدية القديمة التي حافظ عليها من ورثها أب عن جد لتبقى قوية كالحديد بيد شيوخ الكار وتقاوم صدى الأيام وتطور الأدوات. ما أن تدخل حي باب هود في مدينة حمص متجها نحو الأسواق القديمة ستسمع صوت المطرقة تطاوع الحديد ليصنع منه أدوات مختلفة. صار لي 55 بالمصلحة ويعني بشتغل مناجل بشتغل فوس وبشتغل أزمات وصنع جميع اللوازم الحدادين النجارين والزراعيين. وبيجي الفلاح وبيجي ابن البلد وبيجي كل العالم بجيب ياخذه من عنده وبوزع كنت للشام ولحلب وللسعودية. بالمهنة إلى حوالي 40 سنة تعلمتها على دور الوالد. والدي متعلمة من والده يعني من جده أبا عن جد. وإلي هون بسوها لحوالي 4 سنين وقت رجعت من 4 سنين. بنشتغل سكاكين وتصليح وتصنيع. محافير وسكاكين ومناجل ومقصات. سوق الحدادين يقصده زبائن خاصين من فلاحين وربات بيوت اعتادوا على استخدام منتجات يعتبرونها جيدة ومتينة. بشترينا المحافير من هون يعني لأنه أحسن لأنه يعني بالاستعمال يعني أفضل من الصيني. يعني أنا جاي من جبة جندلة لهون بشتري سكاكين عربي من عنده سكان سكين عربية إنه واشتغلها شغل نظيف شغل جيد يعني. وصلنا شيء سنة وسنة وثلاث أشهر راجعين لهون والحركة ماشي الحال الحمد لله. في شوية نشاط المزارعين مر موسم الحصاد جيد وماشي الحال. مهنة الحدادة العربية تحتاج إلى صبر وصلابة وإتقان وما يزال الحدادون بالرغم من كبر سنهم ودخول الأدوات الحديثة في الأسواق متمسكون بمهنتهم ومحافظين عليها من الاندثار لما تشكل من تراث تقليدي سوري عريق. أسامة ديوب، الأخبارية السورية، حمص.